ذكر الله تبارك وتعالى قصة ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل إذ قالوا لنبي لهم ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله. هنا في معنى مهم، إن النبي ما كانش قائد، نبي ومتصل بالوحي من السماء وأعرف الناس بالله وأتقاهم لله وأخشاهم، ومع ذلك ما ينفعش قائد. فمش كل ذو دين، مش كل ذو فضل، مش كل ذو لحية ينفع يقود. فكانوا ليه كده؟ أهو احنا بنتكلم في حالة نبي في فترة استضعاف ما كانش ينفع يقود قوم. فقالوا لنبي لهم ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله. راح جاب لهم مين؟ جاب لهم واحد مش نبي. قال إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا. طالوت ده مين بقى؟ ما كانش من الملأ. فقالوا أنى يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه. ودي نفس فكرة الكيانات التي توجست من ظهور إيه؟ واحد هم شايفين نفسهم أحق بالقيادة منه. يعني ده مش من الجماعة ولا تبع الشيخ فلان ولا تبع مش الجماعة من الفلانية الملأ. ولا الحزب الفلاني، ازاي ده هيتقدم الصفوف قالوا يعني؟ ده أنى كلامك؟ يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال. ده كان مقياسهم، ده كان مقياسهم في القيادة، إن عنده مال. فصحح لهم النبي هذه الصورة وقال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم، ودي القرآن، مؤهلات القيادة. القرآن على لسان النبي صححه. أي نعم. فيعني أقصد أقول إن مؤهلات القيادة مختلفة. نرجع ونقول إنه افتقاد الراية بيساوي اضطراب في الغاية. يعني أنا دلوقتي لما أبقى متخيل إن الثورة دي ثورة مصرية إقليمية قطرية آخرها خالص إن هي تعمل حرية علشان الشعب يعني يختار من يريد، أنا في اللحظة دي نسيت إن أنا بعيش في العالم. أنا عملت العالم كله مصر، وتخيلت إن مشكلة العالم الأزلية هي النظام الحاكم، ولم أنتبه إلى ما وراء النظام الحاكم من قوى دولية، ثم لم أنتبه إلى أذرع القوى الدولية هذه اللي هي النخبة العلمانية التي تنتشر في الصحف والفضائيات. فأنا عملت إيه؟ بقت الغاية هي إن أنا أوصل لتوافق مع من أراهم رفقاء الوطن علشان نوصل لمرحلة حرية. بس البعض ممكن بيقول إن ده الممكن، يعني الممكن حتى أصل إلى يعني إيه حتى لو كان ده الغاية. الممكن يجب ان انا اكون شايف الصورة، بس شايف الصورة صح. يعني انا لما ابقى طب ممكن فاهم حد يقول لك انت هتيجي انت تشوفني الصورة دلوقتي؟ ما انا شايفها انا من زمان وعندي خبرة وانا يعني عارف وعالم وقريب ولبيب وفاهم كل حاجة وعندي تنظيم وعندي حزب وعندي بتاع، انا عارف كل حاجة، نعم انت هتيجي تعرفني؟ والله قد لا اكون اهلا، يعني الواحد كل واحد بيقول ما ينتهي اليه نظره في هذا الامر والله اعلم. لكن في الاخر احنا دلوقتي في مرحله حصاد النتائج. يعني احنا اصلا شايفين العلمانيين عملوا ايه رغم كل التنازلات، ما توافقوش معانا توافقوا علينا، ورضوا بذبحنا وقتلنا وحرضوا علينا، ويعني ولغايه امبارح اللي بينزل التحرير بيقول احنا مش عايزين اخوان، واللي رفع علامه رابعه ضربناه فانا عايز اقول يعني هذا الانقسام حصل فعلا. انا عمال يعني اطلب ما لا يبذل، انا عم بحاول اصالح واحد وهو مش عايز يصالحني ومش مقتنع بيا اصلا. فاحنا دلوقتي في النتائج، يعني انا كان ممكن السؤال ده سؤال انت هتعلمنا وتفهمنا يتقال يعني من 3 سنين ولا حاجه، لكن احنا دلوقتي شايفين الدنيا انفصلت وتميزت، وصار العلمانيون الا الشواذ منهم في صف الانقلاب العسكري وفي صف النظام القديم. وبعدين من فضل الله علينا ان احنا حتى مش محتاجين نرجع للتاريخ ده، احنا محتاجين نبص جنبنا، شوف تونس بيحصل فيها ايه، شوف اليمن بيحصل فيها ايه، البعض بيتكلم شوف على ليبيا. تونس بيقول ان تونس ده احنا بناخدها مثال لمصر من حاجتين، بنقول للعسكر الجيش لم يتدخل، تاني حاجه بيقول خلي الفيصل بيننا وبينكم الانتخابات، حتى لو سقطنا وراح وضعنا ومش حاجه خالص وتولى الفلوس، بس بالانتخابات بلاش الدم. بيقولوا ده تونس دي نموذج ما كويس هي جدا. المشكله بقى في التصور ده انه مبني على حاجتين، انه برضه منطلق من الارضيه القطريه القوميه، وتاني حاجة متخيل إن العلمانيين لما يحكموا هيبقوا يعني ناس محترمين ومهذبين وسيسمحوا بالدعوة وهيعملوا بعد كده انتخابات ديمقراطية. إذا كان الراجل عندنا اللي في مصر اللي وصل للحكم بمظاهرات بعد ما وصل عمل قانون منع التظاهر، يعني خد السلم معاه فوق بتاع مين ده؟ اليوم، عبد الفتاح السيسي. افتح السيسي ما وصلش بتظاهرات، وصل بدبابة وقتل انا ودم. على دعواه، يعني على دعواه هو بيقول ان دي اراده الشعب والشعب نزل في 30 يونيو،
طيب خلاص الشعب هو عنده القدرة على تصحيح اختياراته، ليه بقى عملت قانون منع التظاهر وبدأ يتعامل مع كل المظاهرات بالعنف والقتل؟ فاحنا بنقول التصور ان المعركة قطرية وتصور ان العلمانيين لما يحكموا هيسيبوا مساحة حريات للدعاة وبعدين هيلتزموا بنتائج الانتخابات، رغم ان هم ده ما حصلش ابدا ولا يحصل ولا هيحصل. فهي تونس لسه الناس ما شافتش يعني ايه، ما شافتش الدم، لكن هي رايحة في هذا الطريق.